مراحل. بعد ما فتح الرادار ملف مكاتب وشركات البورصة غير الشرعية وبعد تحرك جهاز أمن الدولة بإشارة النيابة العامة المالية، يبدو أن التحقيقات اللي قادها نائب رئيس أمن الدولة العميد حسن شقير وتابعتها القاضي فاتن عيسى بالنيابة العامة المالية لم توصل إلى النتيجة المرجوة، ولا تزال الشركات تعمل خلافا للقانون وعلى عين القضاء وأمن الدولة. استثمر لي $10,000 بسرعة بسرعة. لا بكرة بدك تحط $500، أنا ما رح أقدر فيدك مثل ما أنت متخيل. بدك تحط $15,000 للسي بي آي، وإلا غير هيك ما في نتيجة. خيار الصح ممكن يخسرك كتير. أعلانات لأشخاص على التيك توك فيها مخالفات قانونية فاضحة ومكاتب أعيد فتحها بصيغة مخالفة، والمحاضر أرسلت فارغة إلى قضاة التحقيق، وداتا الهواتف والحواسيب صار لها أشهر ما عم تخلص بأمن الدولة، ولهيك الرادار حيرجع يفتح الموضوع بالتسجيلات والمستندات التي توثق المخالفات. هادي أوكي عم تسجل لي خبرني. ايه لأنه إذا بتسجل لي عم تسجل. ايه ايه اوكي ما مشكله، بس مهم اعرف انك عم تسجل. لا 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 عم تسجل. عند 28,000 عميل اوكي حول العالم. هيدا التسجيل من اتصال مع صاحب شركه اف اكس جرو حسن مازح اللي اقر انه مخالف القانون وما معه ترخيص، ولكن ازرع مازح على الارض شغاله، وبعد خروجه من السجن ركب تسويات مع اصحاب المكاتب اللي بتشتغل معه، وعيد بعض الاموال لزبائن لتسكير ملفات قضائيه. طب انا وقت يكون مكتب مشغلني بال 1005 هيدا كيف رابطني عندك بالشركه بقبرص؟ بكون هو عنده حساب بالشركه بقبرص، يعني حسابه له، فهو عم يلعبني جارور. ها يعني قصدي انا كل حدا لبناني مش مربوط بالشركه. خلص هي كتير واضحة القصة، يعني أنا اللي عم قوله هلأ اللي فاتح حساب لبناني ليش بده يبين على الشركة بقبرص؟ بده يفرجونا هني بأي شركة محطوطين مصرياته. أوكي يعني كتير واضحة. فهو اللي بقصه إذا أنت هول أسماء ما عندك يوهن، فبالتالي هول عم ينصبوا على اسم شركتك اللي هي أصلا مش مرخصة بلبنان. عم ينصبوا هن عم بقولوا نحن بأف اكس جرو. كيف لك وين بيشتغلوا؟ طب هلا انا لاقول لك، حسن عنده شركه مرخصه بقبرص مثلا، عندي كورسبوندنت موجودين بلبنان مثلا بشتغل معهم، منهم اي دي مثلا جورج بركات، منهم سي اف اي، منهم بالعكس جزء كبير من العمليات اللي بتتم بشركه قبرص بنجيبهم على لبنان على شركات بلبنان. ولكن قبل ما نفوت بتفاصيل الملفات اللي اقفلت بتسويات، أحد أصحاب الشركات السيد أكرم شعيب اللي كان فايد بوساطة لحل نزاع مع غير شركة عليه دعوة قضائية ب $220,000 من أحد الزبائن بمنطقة النبطية، وهالدعوة موجهة ضده ضد أحد العاملين معه يدعى خليل طرابلسي ومعهم صاحب مكتب من النبطية اسمه عباس قصير، ولكن يبدو أن النيابة العامة بالنبطية لم تأخذ إجراء والتحقيقات لم توصل إلى النتيجة على الرغم من ثبوت الجرم وتقاطع الإفادات بين صاحب الشركة ووكلائه. أستاذنا العزيز هو هذا كان عم يشتغل عبر عباس عصير. هلأ أنا ما بعرفه، نحن ما بنعرفه نهائيا، ولا في أي علاقة بيناتنا، ولا علاقة مالية ولا علاقة مباشرة ولا علاقة غير مباشرة. عباس عصير ما بيشتغل معكم؟ يعني هو منه؟ بل عباس عصير كان هو اللي عم بيشتغل. تفاصيل الدعوة على شركة MFG والمواجهات مع المعنيين بالشركة نتابعها في الحلقة المقبلة بأمان الله.